السلام عليكم ورحمة الله، معكم مهندس هشام أحمد وهنبتدي درس جديد إن شاء الله من سلسلة دروس تعليم سرودور. درس النهاردة عايزين نتعلم فيه فول راوند فيلت. فول راوند فيلت أنا هنا معايا شكل بالمنظر ده، هبدأ أجي من فوق أقول له فيلت وأختار آخر حاجة معايا هي فول راوند فيلت. طيب ده بيعمل لي إيه؟ ده بيعمل لي زي شكل كيرفيتشر كده أو شكل أرك للجسم بتاعي، بمعنى إن أنا هنا عايز مثلا اعمل شكل كيرفيتشر بين التلاتة فيسز دول، الفيس ده والفيس ده والفيس ده، فهعمل ايه؟ هاجي هنا هو عامل لي ايتمز تو فيلت، مختار لي تلات حاجات. اول حاجة هختار الوجه ده، بعد كده بالترتيب الوجه ده، بعد كده اخر وجه الوجه ده. هيعمل لي زي بريفيو كده للشكل الفيلت بتاعي، وممكن اقول له صح على كده، يبقى انا كده عملت ايه؟ فول راوند فيلت. تمام، اقول له كنترول زد نرجعه تاني. ممكن اختار ايه؟ ممكن اقول له مثلا فول راوند فيلت، برضو اختار ده واختار ده واختار ده، هيعمل لي فول راوند فيلت بالمنظر ده. تمام، طب الجميل بقى ان هو هنا بيعملها لي بيعتبرها زي نص دايره، بمعنى ان انا لو عملت سكتش هنا هاجي اختار سيركل، هيقول لي هنا ممكن تختار ايه نقطة السنتر بوينت بتاعتك، وممكن اعمل سيركل مثلا بالمنظر ده كده واقول له اكسترود كات للاخر واقول له صح على كده. تمام، يبقى ده كده برضو شكل من الاشكال. في حاجات دي بنستخدمها كتير، دي كده الطريقة بتاعت الفول راوند فيلت. ده كده كان الدرس بتاع النهاردة. لو حد عنده اي سؤال اي استفسار يبعت لنا على صفحتنا على الفيسبوك ليرن سودوركس عربيك، وارقام التليفونات والايميل موجودين اسفل الشاشة. شكرا لكم، إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.